رملية وبحر وشواطئ ممتدة. إنها جزيرة زولت في بحر الشمال، حيث تنتشر البيوت التقليدية المبنية من الطوب والقش والطين. شاطئها الرملي الممتد 40 كيلومتراً مكان مثالي لمن يحبون المشي. كثير من الزوار يفضلون قضاء الشتاء فيها أكثر من الصيف. الراحة والاسترخاء اللذان تجدهما هنا غير موجودين في بيتك. جميل في بداية الموسم ارتياد المطاعم أو التنزه في هذه الأوقات، خاصة في مثل هذه الأجواء. أرتدي الملابس الدافئة ثم أخرج لأتمشى. الطقس هنا دائم التقلب في الشتاء. لقد عايشنا أياماً كانت تتساقط فيها الثلوج، وبعد ساعة سطعت الشمس في سماء زرقاء. المكان المثالي للحصول على بعض الدفء بعد جولة مشي طويلة هو بيوت الساونا الشاطئية. أحدها هو غراند بلاج. درجات حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية تحفز الزوار على التعرق، ليتبعها بعد ذلك الاستحمام بجرأة في مياه بحر الشمال الباردة بحرارة 6 درجات مئوية فقط. منذ شتاء العام الماضي أصبح بإمكان زوار زولت ممارسة ألعاب شتوية مختلفة والتزحلق على الجليد وسط كثبان الرمل. مشروب فاريزير الدافئ يعود إلى القرن 19، وهو مزيج من القهوة الساخنة والروم والقشطة. ويقال إن كاهناً قدم له هذا المشروب المحتوي على الكحول دون علمه. يتناول هذا المشروب دون تحريك القشدة، ومن يحركها يخالف التقليد المتبع في تناوله، ويتحتم عليه تقديم المشروب للجميع على حسابه. من الوجبات اللذيذة التي تشتهر بها الجزيرة بلح البحر الذي يتوفر في الطرف الجنوبي من الجزيرة، والذي تصل نسبة اللحم فيه إلى الثلث تقريبا من محتواه. ومن الشائع أنه لا يسمح بتناوله إلا في الأشهر التي تحتوي على حرف راء، أي من سبتمبر إلى أبريل، لكن هذا الأمر غير مطبق فعليا. الموسم الأفضل لبلح البحر هو شهر يوليو وأغسطس، اللذان تخلو أسماؤهما من حرف الراء. هذه القصة تعود إلى زمن سحيق، حيث لم تتوفر آنذاك وسائل للتبريد، ولأن تلك الأوقات هي في أوج الصيف فعليا، فقد يتلف بلح البحر قبل أن يصل إلى المستهلكين، لذا كان يتوقف تزويد الناس به. أما الآن فلا أهمية لذلك لوجود وسائل التبريد. ومثل بلح البحر الذي يمكن تذوقه طوال العام، يمكن كذلك الاستمتاع بجزيرة زولت على مدار السنة.